إن إليه راجعون. قال: ورجع الأكبر إلى الحرب فقتل تمام المائتين وأخوه جعفر بن عقيل ومحمد بن مسلم ابن عقيل. يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، ففرت من الأعداء حسرة مروعة لقصر ستر والعفاف لثام تجيل بطرف للحماة فلا ترى سوى جثث قد غالهن حمام. فنادت وقد عض المصاب فؤادا وشب بين الضلوع ضرام. أيا سائق الأضعان قف لي هنيئة فإخوتي فوق الصعيد نيام حسن لا طبش راشور عسى لا طبش راشور لا البس مهلا عليه بس ما يهل عين تل دمعها وتظلم عليه بس ما يهل عين تل دمعها بدمع على الخدين واصبغ للهدوم بنيل ولا تنشف دموع العين ونوحا وانتحب وحزايا من ذكر بمصاب حسيا وخوت بلا ذنب جتلاو ومن هجمه وعلى عياله من هجمة علي الخمل شبت نار بخيمه وهل مشتلة وتنخي ولا واحد وصل يمه هاي تشوف ابنها وذيج تنظر عودة وعمه وصارت شجرة النشاب عن شمس الضحى ظلاله بالطف قال ابن مسلم يوم الهجمة العسكر شفت طفلة من المخيم تقوم وتعد تتعثر ما تدري وثار النار بطرف ثيابها تسعار رد تقرب وطف الثوب المسعر النار بذياله صدتني بقلب مرعوب وتهل دم دموع العين قالت لي يا شيخ انتي بجد عليك قل مني يا شيخ انت معين لنا يا للقوم انت معين قلت لكم ولا للقوم وانا مغير الحالة قالت لي يا شيخ قريت هذه الآية بالقرآن
لا عندي يتيم لا تقهر قال ابن الصهل الرحمن بي ما درأت انتي يتيمة من قضى عطشان بي ما درأت انت يتيمة من قضى عطشان مات وما سقوه الماي ضامي ويبس دلالك قلت لها غات النار أرد أقرب وطفيها من الدهشة عمت عيني شوتها ولا درت بيها قربت لها وفركت الثوب وقلبت رحم عليها وغابت روحها من الحر وقلبها من الظما شحالك قالت لي الشيخ قرأت قالت بالغري يا شيخ إلنا قبر دايا ليني قلت لها بعيد عليك دربا يا بعدني قالت شال ابويا حسيت يا شيخ الساعة ويا يديني جبتها وشافتها موزع وراس اسنانها يا شال طاحت فوق الطفلة وشمت نحرها المدحون على جسمه شبقت وشبشت ايديها والدمع منثور يا ابويا تقل من قطع راسك يا ابويا وخلى دايا ما يفور ساعة المصيبة ساعة العزاء ساعة ارتفعت فيها النداءات في السماوات وفي الأرض ساعة منها إلى مدة أيام لعله إلى 40 يوم أو أكثر كما ورد في الأخبار الواردة عن أئمتنا سلام الله عليهم كما أنها واردة أيضا في كتب علماء أهل السنة أنه لما قتل الحسين ما رفع حجر إلا ووجد تحته دم عبيط حتى أنه يروي بعض علماء السنة عن الزهري قال سأله عبد الملك بن مروان لعنه الله أراد أن يختبره قال ما علامة إمام الحق شنو علامة الإمام اللي منصوب من قبل الله جل وعلا قال علامته أنه إذا استشهد تبكي عليه السماء والأرض أما بكاء السماء عليه فبالحمرة والغبرة وأما بكاء الأرض عليه فلا يرفع حجر إلا وتحته دم جديد ثم قال له عبد الملك هل رأيت هذه العلامة في وقت؟ فقال الزهري نعم رأيتها في وقتين مرتين قال متى؟ قال المرة الأولى لما قتل علي بن أبي طالب سلام الله عليه قال والثانية؟ قال الثانية لما قتل الحسين بن علي عاد في الثانية صدقه عبد الملك بن مروان قال صدقت يا شيخ ثم ذكر له ما مضمونه أنه كان عندنا بنيان في ذلك الوقت كان أكو بناء أمام القصر الأميري أمام القصر الملكي قال لما عمل العمال في ذلك اليوم
وكانوا يهدمون جدارا، قال فوجدوا تحت الأنقاض دما عبيطا، فكان ذلك في اليوم العاشر من المحرم يوم قتل الحسين عليه السلام. وكثير قلت لك كثير في أخبار إخواننا السنة والجماعة كثير من الروايات اللي تأكد هالمعنى هذا، أن الأرض بكت على الحسين بالدم. وهناك أيضا وارد في كتبهم المعتبرة أنه وجدت الجرار والأواني أواني المياه مملوءة بالدم عوض الماء، وأنه يروون أيضا أنه الشمس كانت تطلع كأنها الملاحف المعصفرة على الحيطان. وذكر كثير من علماء أهل السنة أن شدة الإحمرار في الأفق ما كان قبل يوم عاشوراء، ويقولون أن ذلك دليل غضب الباري جل وعلا على قتلة الحسين، حيث أن الله جل وعلا منزه عن الجسمية، وعادة أن الإنسان إذا غضب يحمر وجهه، فالله جل وعلا ما عد وجه حتى تظهر عليه الحمرة، فظهرت الحمرة على وجه الأفق دلالة على غضب الباري جل وعلا. وقد أخذ أبو العلا المعري الفيلسوف المعروف هذا المعنى فنظمه في أبياته المعروفة، حيث يقول وعلى الأفق من دماء الشهيدين، وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل فجران وفي أولياته شفقان. يعني هذه الحمرة اللي في أول الغروب وبعد العشاء وقبل طلوع الفجر، فهما في أواخر الليل فجران وفي أولياته شفقان، ثبتا في قميصه، ثبتا في قميصه كي يجيء الحشر مستعديا إلى الرحمن. كأنه الدهر غاضب لقتل الحسين عليه السلام، واحتفظ الدهر بهذه العلامة على الأفق حتى يأتي يوم القيامة فيشتكي عند الله على قتلة الحسين. وهذا أبو العلا ترفد واحد فيلسوفا، والفلاسفة معروفين بعدم العقيدة وبعدم الالتزام بالتقاليد، لكن هل قضية قضية الحمر على وجه السماء من بعد يوم عاشوراء بحيث من الشهرة والاشتهار، بحيث حتى مثل أبي العلا المعري الفيلسوف هم ينظمها ويعتقد بها. بعد أذكر لك من الآثار التي ظهرت على أثر قتل الحسين عليه السلام، ولعل قائل يقول إذا الله جل وعلا ما يريد أن يقتل الحسين ليش خلاه ينقتل؟ ليش ما دفع عنه؟ لا، ما يريد شيء ويغضب لشيء شيء ثاني، لا شك الله جل وعلا لا يريد للحسين الشر والسوء والأذى، لكن في نفس الوقت هناك شيء أعز عند الله من الحسين وأعز من النبي وأعز من جميع الأنبياء والمرسلين. شنو هذا الشيء؟ هو دينه، هو توحيده، شريعته، الأنبياء والأئمة والمرسلون كلهم فداء للمصلحة العامة، الدين يعني المصلحة العامة. والدين لولا قتل الحسين، عاد هذا شيء مؤكد ما حد يقدر يناقش بها، لولا قتل الحسين لكان الإسلام خبرا من أخبار التاريخ. يؤكد الخبراء لولا قتل الحسين عليه السلام لكان الإسلام أثرا من الآثار،
لأتى الأمويون على كل أثر من آثار الإسلام. ليش؟ لأن كانوا متلبسين بثوب الدين، كانوا يحكمون باسم الدين وفي نفس الوقت يهدمون أساس الدين بالمعول الذي عليه طابع الدين. والنفاق ترى ينطلي على كثير من الناس، وخاصة إذا كان النفاق إلى دعاية قوية. شوف نفاق بني أمية إلى أي درجة. قالوا الخيزران التي كانت بيد يزيد بن معاوية كان منقوش عليها، منقوش على الخيزران لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبنفس هالخيزران هذه كان يضرب شفتي الحسين بن بنت رسول الله. إلى أي درجة بلغ النفاق؟ وعلى هذا فقس ما سواه. شوف معاوية على زندقته وإلحاده، لكن ساعة وصيته، ساعة احتضاره، وصي أن أكو شعارات محصلهن من لحية رسول الله، ذني محتفظ بيهن، معودين خاطر الله ذني ضموهن وياي، دفنوهن وياي بقبري، خلوهن وياي بالكفن، أتبرك بشعارات رسول الله. وهو اللعين ابن اللعين كان يثقل عليه أن يسمع اسم رسول الله على المأذنة، كما في القضية المعروفة يقول للمغيرة بن شعبة لا يقر لي قرار حتى أمحو هذا الاسم من على المآذن. هذه أعمالهم، لكن ظواهرهم الناس مدريها. وقلت لك خاصة إذا كانت الدعايات في وقتنا الحاضر، ترى شوف نظير لهذه القضايا في حياتنا في عصرنا. شوف بعض القضايا التي هي باطل صرف وبطلانها أظهر من الشمس في رابعة النهار، لكن مع ذلك بقوة الدعاية وكثرة الدعاية والتطبيل والتزمير بالإذاعات بالصحف بالاحتفالات بالخطب بالأناشيد بالكتب المدرسية، وإذا ينطلي على الناس، وإذا فد زنديق لكن على أثر الدعاية يظهر مسلم، وإذا عدل محمد يظهر على أثر الدعاية أنه ينصر محمد، وإذا عدو للعرب لكن على أثر الدعاية يظهر كأنه أكبر ناصر للعروبة. وعلى هذا فقس وتنطلي الدعاية وتمشي على كثير من الناس ويصدقون ويلهجون بها وإلى آخره. التاريخ يعيد نفسه، مع أنه في عصرنا هذا يعبرون عنه عصر النور وعصر الثقافة وعصر النضوج الفكري وعصر الوعي، مع ذلك تنطلي الدعايات الكاذبة على الناس إلى هالدرجة هذه، فكيف في تلك العصور؟ فبني أمية كانوا باسم الدين يمحون الدين. زين الحسين يريد يكشف ذولا أمام الرأي العام، بيش يكشفهم؟ بأي طريق؟ بأي وسيلة؟ يقول الخبراء إن الحسين أعظم سياسي عرفه البشر في العالم. لما أقول لك الخبراء ما أقول لك من رجال المسلمين، لا، من الأجانب أحكي لك. يقولون إن سياسة الحسين فت سياسة حكيمة، بحيث طعن عدوه في الصميم، وظن يزيد أنه انتصر لكن حفر قبره وقبر بني أمية بيده. ظن يزيد أنه انتصر لكنه قتل ومات وانتحر
موتا سياسيا وأدبيا ودينيا وأخلاقيا وإلى أبد الآبدين. والذي انتصر هو الحسين عليه السلام. نعم، تعرف نصرة الحسين شنو؟ من هاليوم هذا قلت لك بدأت الآثار. وإذا الذين يقطعون أعضاء الحسين هم يبكون، وإذا عمر بن سعد يبكي مرتين في هذا اليوم. المرة الأولى لما أصيب الحسين بالسهم المثلث ووقع على قلبه، كل مدة من الزمن الحسين يعالج أن يستخرج السهم من موضعه ما تمكن، فانحنى على قربوس سرج فرسه قائلا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ثم استخرج السهم من ظهره من قفا. في خلال هالمدة حفص ابن عمر بن سعد قالوا نظر إلى أبيه عمر، شاف أبوه دموع تجري من عينه، قال له أبا أتبكي مما بكاؤك؟ فقال يا بني أما ترى الحسين كيف متحير باستخراج هذا السهم؟ أخرج السهم صار بالحسين، انبعث الدم كالميزاب. زين يريد لفت شيء يشد هالجرح هذا، وين يروح يجده؟ في أي مكان؟ لازم يرجع للمخيم. بهالدماء هذه شلون يرجع للمخيم؟ العائلة تضطرب، الأطفال يضطربون. ولذا أقبل الحسين من وراء المخيم حتى صار وراء خيمة زينب. صاح أخي زينب، سمعت زينب صوت أخيها، خرجت. ما هو الحسين بباب الخيمة؟ الصوت منين ينبعث؟ صارت وراء الخيمة وإذا بأخيها الحسين مخضب بدمائه، عمامته، لحيته، كريمته، وجهه مخضب. قال لها أخي أخي علي بمنديل أشد به هذا الجرح. إيه شد شد جرح الحسين، ها داوي جرح الحسين بدموع عينيك، اسبر جراحات الحسين بدموع عينيك، فإنها خير دواء لتلك الجراحات. جاءته الحوراء بمنديل قالت أخي أي جرح تشده لك زينب؟ فدتك زينب أخي أي جرح تشده لك زينب؟ الجراحات التي في رأسك. فقال لا، الجراحات التي في عضدك. قال لا. قال إذن أي جرح؟ عند ذلك كشف لها عن صدره وقال أخي هذا الجرح قد أضرني. يا حسين يا ذخري وشفيني، يا ما عيني عين بيدني، يا خوي شت هاي سيح شيني، امانها بيد دشيني ثوبي وشوفي شي بدليلي، خويا سهم بقلبي قطع حالي، واني من شافت صاحت يا ويلي، يا عين دم الحسين سيلي. شدت له ذلك الجرح، مسحت الدماء عن وجهه وكريمته، ثم اقبل يودع العائلة الوداع الاخير. التمدت الى العائلة قوموا الى توديعه، ان اخي دعا، قوموا الى توديعي ان اخي دعاك بجوادي ان الفراق طوى.
ويلو فخرجنا بات الحجال غواثر غيا وغدا لها حول الحسين غويلو. يقول إمامنا الصادق: ما ذكر وداع جدي الحسين لعائلته وأطفاله عند مؤمن إلا وتأثر. لا بل أنا أقول: ما ذكر وداعه حتى عند كافر إلا وتأثر، فضلا عن المؤمن. لين صور 82 مرة، حوالي 60 طفل وطفلة، ما عندهم والي إلا الحسين، وتسمع زينب تقولهم الحسين رايح إلى غير رجع بعد ما يجي. هرعوا من الخيام دفعة واحدة فأحاطوا بفرس الحسين كالحلقة. أما النساء هذه تتعلق بركابه، هذه تتعلق بطرف ردائه، هذه تقول إلى أين يا حمانا، هذه تقول إلى أين يا رجانا. بهالأثناء وإذا سكينة أقبلت تشق الصفوف حتى دنت من أبيها، قالت: أبا يا حسين كأنك قد استسلمت للموت. فقال: بني وكيف لا يستسلم من لا ناصر له ولا معين. قالت: أبا إذن ردنا إلى حرم جدنا، ودينا للمدينة وتعال القتل. فقال: هيهات يا بنتا، لو ترك القطا لغفا ونام. قالت: إذن أبا لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك بني؟ قالت: حاجتي أن تنزل من على ظهر فرسك. نزل الحسين. قالت: أبا اجلس على وجه الأرض. دنت منه سكينة، أخذت يد أبيها جعلت تمسح به على رأسها. عرف الحسين ما تقوله سكينة. بعد ساعة ماكو واحد يمسح على رأسي، صار يمسح على رأسي ودموعه جارية. سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء، وإذا الحمام دام. لكن الكلام هل كان مع زينب غيرها من النساء؟ نعم، في بعض الروايات جملة من النساء وفيهن سكينة عثمان أبي عبد الله. زينب جلست عند رأسه، سكينة عند رجليه. تقول له: عم عم يا عم أريدك يا عم وياي تمشين، أريدك يا عم وياي تمشين للمعركة نتعنى لحسين. أين قل العسكر حاط صوب ويوان، أين شوف اش يقول وجوهنا ويان. جلسنا واحد عند رأسي أخرى عند رجلي. نقلها: عم 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 يا سكنة خل نجعده، أي نجعده يا ما بياني البيانش نسنده، واني بلشان يفك عنه وننشده يا جرح ما ذي ومضهده. اي تقلها: انا جعدي شلون جعدي وسهم الذي وقت سميع العليم. يا ابن اخي لقد جاءونا بالنياق مهزولة، لا موطأة ولا مرحولة. لما انحدى الحادي بوداعي. تقول: لا، بينا هي عند اخيها الحسين، بينا زينب تخاطب اخاها الحسين ويخاطبها، واذا بك بالرمح بين كتفيها وقائل يقول: تنحي عنه يا زينب،
وقعت زينب مغمى عليها أفاقت وإذا برأس الحسين على رأس الروح. أيوة حسينا أيوة سيدا لون لون لما شافت صبقت بدية وشقت ثوب أولي عليها ما تلام من شافت وليا اي براس رمح راس يلو يا وحب البغى يا شايل يا شايل راس حامي اين ولينا اي ريض خلي تودع يا سكينة ليش حسين ساكت عن ودينا قل لي تعب لو جرحات خدر خويا ما تدري يا خويا شلون يا وان حالي خويا فاقد رمح راسه يا كقباضي تطير الروس ان راس حسين. نعم ايها الاخوان كما تعلمون الشعائر المعتادة في هالقرية في هالمكان هذا في ليلة 13 يعني قضايا بني أسد يعني شبيه بني أسد ماشية على حالته وعلى أوضاعه السابقة بدون تغيير ونسأل الله التوفيق حتى نساهم في هذه الشعائر الحسينية التي فيها خيرنا للدنيا وللآخرة. يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم بجاه الحسين وجد الحسين وأبي الحسين وأخي الحسين وأم الحسين والتسعة الأئمة من ولد الحسين صل على محمد وآل محمد ووفقنا لما يرضيك عنا يا الله. اللهم شافي مرضانا جماعتنا الحاضرين إخواني اللهم احفظهم شافي مرضاهم اللهم فرج همومهم اللهم وفقهم جميعا لما يرضيك عنهم يا الله. المقيمون لهذا المجلس تقبل عملهم بأحسن قبولك إلى أمواتهم وأموات الحاضرين والمؤمنين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.